ها وين؟ ابو دغيم علي صوتك كده حلو ولا اجيب السماعات؟ ايه؟ حلو كده ولا عايز اجيب السماعات؟ السماعات؟ قالوا النجومية اوفا. ابو دغيم يابا موجود معانا اهو. احنا اللي الدنيا نجوميه اهو، مش سامعك يا هنتكلم إيه. على بتتكلم فيه من يومين ثلاثة، وأنت عارف إيه هو، وربنا يستر علينا عليك. أنت إيه سامع كده كويس ولا إيه الدنيا؟ مش سامع صح؟ طب استنى يا عم أروح أجيب السماعات كده. هنتكلم على الموسمية يا كبتون، وير ار يو، مشيت ولا ايه؟ ايه الدنيا؟ حاج مصطفى محمود حبيب قلبي واخويا الكبير. بص يا معلم، بقى حطيت السماعات. اتكلم، هنتكلم عن الماسونيه باذن الله، عشان الماسونيه ايوه ترند، الناس ايوه بتسال عن الماسونيه. الناس فانا عرفتها عملت يابا. وقلت اول سطر في الماسونيه هي انها شراكه ما بين المسيح الدجال والشيطان الرجيم ابن الوسخ. بس وما قلت الكلمتين دول في 5 دقائق، الفيديو طلع 5 دقائق اصلا. فقلت بقى نطلع لايف نتكلم عن الماسونيه كده يعني. واه ماشي نصحت طبعا، نصحت متابعيني طبعا ان هم يتفرجوا على سلسله القادمون، يوسف الشريف، سلسله القادمون، القادمين، وسلسله سلسلة كحل بني الارنب. إسرائيل، أيوة، وكحل الأرنب، ويتفرجوا بالمرة على الفيلم اللي عاملينه اللي هو بتاع الماعز الأليف عشان يعرفوا هما بيفكروا إزاي. بس انا بتكلم ان هم عشان يفهموا اصلا، يا يعني استاذ معز من الاليف ده مش هيفهموه كده ما سهوله. علينا برضو، بس بعد ما يتفرجوا على السلاسل دي يخشوا عليه. تمام، انت بقى لو هتقول، تمام لو هتتكلم عن الماسونيه هتقول ايه؟ يا باشا. هو اول قبل اي حاجه طبعا الناس ما كانتش بتقتنع بالكلام ده خالص، انما بعد مسلسل يوسف الشريف اظن ان الموضوع بقى ايه، هيعشش في دماغه. يا استاذ ما هو مصطفى اضحك، يا استاذ مصطفى اضحك اضحك. المشكله في توفيق عكاشه، هو كان السبب في كده يعني. كان توفيق هو عكاشه البدايه. الله يكرمه كان ايوه بيتكلم في الموضوع، كنت اي حد بيتكلم يقول لك ايه ده، انت بتتفرج على توفيق عكاشه؟ انت بتتفرج على توفيق وكشه، انت بتتفرج على توفيق وكشه زي ما انت شايف يا استاذ مصطفى. والله والله احنا بنسلي نفسنا بقى، الحظر مكتفنا، فقلنا نتكلم بقى على الماسونيه بقى والحاجات اللي بتحصل بقى. يوسف الشريف خلاص يا باشا، قص الشريط. يوسف الشريف قص الشريط.
عايزين تعرفوا كمان عن الماسونيه اكتر اكتر، ولو مش احنا الاثنين مش مالين عينيكم كده تقروا للاستاذ محمد عيسى داوود، ده يمكن من اول الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده اصلا، وتهدد كتير وحياته باظت. وبرضو عندنا الدكتوره مايا صبحي، فاكر مايا صبحي اللي كانت بتيجي مع ابراهيم حجازي؟ ايوه، بس في نقطه عايز اتكلم فيها برضو، بس الناس اللي فهمت الماسونيه ان الماسونيه يعني بتضم حاجات ليها هي ما عملتهاش، فاهم؟ يعني ممكن عمليه ارهابيه او شركه كبيره تنضم للماسونيه، الماسونيه ما عملتهاش، بس هو من مبدا ان الماسونيه مسيطره على العالم او ثانية تبين بس، توصل. ثانية بقى، انت ظبط الصوت عشان الصوت بيقطع، عشان عايز اسمع انت بتقول ايه. سامعني؟ كده تمام. بقول لك مثلا في حاجات بتحصل في العالم ما بتبقاش متخطط ليها من الماسونيه، بس لما بتحصل بتنتسب للماسونيه عشان بس الفخامه والعظمه بتاعت الماسونيه دي تبان، والشعوب والناس تخاف اكتر وتجيب منها. ده صحيح طبعا، عشان يعملوا الهالة بتاعتهم ان هم طبعا الذي لا يقهرون ابدا. ايوه، وهم مش كده اصلا، هم عاد يعني مخطط وكبر، بس بقاله كتير برضه، المسيح دجال وشطار. واتكلمت في نقطة تانية برضه في الفيديو، ان الظهور بتاع الدجال غير وجوده، هو المسيح الدجال موجود وعايش من وسطينا من الاف السنين او من مئات السنين، بس الظهور لسه، سواء هو بقى موجود في كهف، موجود في ظهور لسه موجود في حتة، ولكن هو موجود، موعد خروجه بس للأرض لسه ما حانش يعني. هو مش ده اللي انا عايز اتكلم فيه. المهدي هو لكن اللي رجالته هيكون، شغالين يا باشا. رجال لا هو الشيطان. لا، سيدنا المسيح عيسى ابن مريم هو اللي هيقتله، وهو اللي هيطرده لغاية ما هقول يقتله. هيتولد المسيح الدجال، مش هيتولد. لا مش هيتولد، لا المسيح الدجال مش هتولد. المسيح الدجال موجود حتى في سورة طه في كتاب ربنا الحكيم، لما سيدنا موسى راح يتلقى الألواح. ناس برضو كتير وناس علماء في الدين اتكلمت عن الموضوع ده، ان سيدنا موسى عليه السلام لما راح يتلقى الألواح في الطور، ربنا قال له ما بقومك يا موسى؟ قال انا سبتهم بيتعبدوا ومستنيين ان انا اجيب الألواح وانزل لهم. فقال لهم، فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى لقد أضلهم السامرين. فلما رجع كان سايب طبعا عليهم سيدنا هارون أخوه، فرجع لقى طبعا الناس بتعبد العجل من الذهب اللي كانوا سارقينه من مصر، ومسك طبعا بلحية أخوه وتعصب سيدنا موسى جدا، والمفروض أساسا ما يبقاش كل الغضب ده على سيدنا هارون، لكن صح. سيدنا موسى صب غضبه على سيدنا هارون اللي هو اخوه ونبي زيه. ولما راح للسامري قال له اذهب فلك في الحياه ان تقول لا مساس، هو قال له انا قبضت قبضه من اثر الرسول. ناس كتير بتقول لك الرسول اللي هو شافه ده يقال ان هو جبريل، لما جه سيدنا موسى ومعاه قوم بني اسرائيل و ضرب بعصاه البحر، آل فرعون. وطبعا لما آل فرعون مشي وراه غرقه في الميه يعني. دي برضو من ضمن حاجات كتير الناس بتقولها. وهل فعلا الدجال ده هو موسى السامري زي ما بيقولوا؟ برضو دي حاجة ما يعني مش مؤكدة، بس من ضمن الأقاويل اللي بتتقال يعني. هو القبطان بيقول اطلق سراحه، بس لسه ما خرجش. ما خرجش اللي هو الظهور، ظهور المسيح الظهور. ايوه. الدجال هو موجود يا ابن الصار، في الحقيقه موجود يا ابن الزر موجود، صح كده. بس لسه ما نعرفش، يعني ما شفناهوش، يلا لسه ما يلا، نعرفش. الصفحات على الفيسبوك اللي هي بتاعت عمر سليمان والكلام دي اللي على فكره كتير نستنى احنا عرفناه زمان، ده بقى اللي جاي، ونتكلم على هتلر والفضائيين، ونفتح بقى طالما نشوف الشريط فتح، نفتح. ايوه، ودلوقتي الموضوع دخل في كورونا يا معلم، وال 5G والحوار اللقاح اللي بيقول لك هيلقحوا بيه الناس عشان كورونا. المليار الشخص اللي هم في الواحة، هم عايزين الواحة ديت تمام المليار كده، شخص يموتوا المليار. الباقي ايوه فصل، صح مثل كده. الأبناء. شفت لما راح لعب وقال له كم وحدة؟
قال له 70,000 وحده، قال له دول كام وحده من اللي في القدس؟ قال له 70 مليون. دول ناس عايشين بفلوس يعني، يعني هم عايزين يخلوا الصفوه دول اللي هم الاغنياء فشخ. اللي شاف فيلم ذا اند 2012 هيشوف الثلاث مراكب اللي كانوا يعني هينقذوا البشريه من الاغنياء بس اللي بيركبوها. فهو ربنا يستر. لا ده احنا داخلين على ايام فل قوي 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 يعني يا باشا. ده الاخوه السعوديين اللي كانوا بيتريقوا على موضوع الدجال ده، وكانوا اكتر ناس بتتريق على موضوع الدجال ده، بقى بيتكلموا عليه دلوقتي اصلا، وبيتكلموا على مشروع بيل جيتس وعلاقته بالكورونا وال5 جي والكلام ده كله يعني. اقتنعوا اخيرا، اقتنعوا يعني. والحقيقه مش هو عارفين برضه في نقطة احنا عايزين نعملها. كنت بتكلم مع واحد قريب في طنطا بيتكلم مع الناس على الماسونية وهم مش مصدقينه. ده قبل بص. يوسف الشريف. فانا بقول ليه بتتفرج عليه؟ فانا بقول له انت مش اي حد هتكلمه عن الماسونية هيفرق، ومش اي هيفرق حد طبعا. تحرق دمك معاه. مش يعني انت مش هتقعد تقنع الناس ان ده موجود. انت عايز تقول يعني انا عايز اتكلم هتكلم، مش عايز اتكلم مش هتكلم. عايزك انا بتكلم عشان اقول بس، ابقى يعني ما بقاش عارف وما قلتش مش اكتر. يا معلم يا معلم، وانا في الشغل يا معلم عملت صفحه اسمها مصر لن تركع للدجال. لما عملتها استلموني استلامه منهم سعد الله يمسيه بالخير، كان كل ما يشوفني ايه مصر لن تركع، ايه مصر لن تركع للدجال. واول مره يسمعوا عن حاجه زي دي يقولوا ده انت مخك يا عيني يا صيام فك خالص. اقول لهم معلش اعمل ايه يا ابني، ده انت مخك فك خالص. اقول لهم معلش. كان البنا بس هو اللي بيقول لي اللي عارف في الموضوع ده وبيتكلم معايا في الموضوع ده. هنعمل سلسلة لايفات عن الماسونية وهنقلها على اليوتيوب. يا اسطى ده انا قريت كمان بوست كده هبقى منشنك فيه، بعته الاوفا، بيقول لك ان الناس اللي بتتكلم في اليوتيوب على ال5 جي ومشروع بيل جيتس والماسونيه والكلام ده بيقفلوا لهم القناه اساسا وبيحذروهم، بيبقى يعني حوار. يا عم في كويلي دوت اتكلم عن المشروع الازرق. سؤال ازرق لما جه حلقة تانية ما رضاش يقول اسمه عشان الإعلانات. يا ابني، بيقول لك برضو الراجل اللي كتب عن الموضوع ده اللي اسمه محمد عيسى داوود اتأذى كتير قوي، اتأذى كتير قوي بسبب الموضوع ده. يا عم بلاش محمود أبو إسماعيل. اتفرج على الحلقة حلقاته بتاعت الماسونية. الحلقات بيقول إن الحلقات ما بتتنشرش والحلقات ما بيجيش عليها إعلان وما بيتدعمش وغير كده وكده. كان في واحد أمريكاني بيتكلم عن الماسونية كتير. طبعا ما هو لازم. وحوار الكروت بتاعت اللعبه ديت، تفتكر انت الكروت ديت بتاعت اللعبه اللي هي اللي عاملين لك فيها صدام زي صنع الدكتاتور، وبعد كده الحرب غزو على الدكتاتور اللي هي ده بتاعت صدام حسين بتاعت الماسونية والبنزين دي. وحريق البنتاجون وضرب البرج كتير قوي. يا باشا ايه؟ اللعبة اللي كانت بالكروت، اللعبة اللي بالكروت. عارف عارف. لا لا الماسونية بسم الله ما شاء الله خير الدنيا. أنا أول ما عرفت عن حوار الماسونية ده أحمد شوقي هذا كباقة لما جه قال لي، كان أول ما عرفته بيها كان مقال لإبراهيم عيسى في الدستور أيام الدستور في 2010 ولا 2009، ماسونيه وناس ودجال. انا قعدت اقول له ايه يا عم دجال ايه وماسونيه ايه وبتاع ايه اللي انت بتقوله ده. المهم اداني الجورنال قعدت اقرا شويه، وبعد كده كان هو برضو كاتب عن سلسله القادمون دي قعدنا نتفرج عليها، وبعدين قعدت اقول لك عليها وقلنا الاوفه وقعدنا نتفرج عليها، والسلسله جرت سلسله، السلسله جرت سلسله. فاكر اوفا بعد ما اتفرج على القادمون نزل صور في شارع مصر والسودان هنا في حدائق القبه، كان محل عليه النجمه الماسونيه وكان فيه المعهد اليهودي لسه موجود. المعهد اليهودي بس بقى جامع بس العلامات الماسونيه، ونزل يصور الملكي وكنتاكي وصور كل العلامات الماسونيه وقال كنا اتجننا احنا في الوقت ده. ايوه يا ابني ده احنا كنا كنا هنلسع، مش كنا اتجننا، احنا كنا هنلسع، احنا كنا هنلسع يا باشا. مع ان الماسونيه جميله يعني. لو عايزيننا ننضم للماسونيه هننضم. ما عندناش مانع. بس انا بحب بيقفشوا، الماسونيه. بيقفشوا حلو يعني، انا اسمع ان بيقفشوا حلو.
اسمه حلو ونسوان وفلوس كل ما كل ما يخدم الله عنده، كل ما كل ما يخدم الله عنده كل البص الفواحش والوسخة والخطرة والنجاسة عنده يا ابني ده احنا بص يعني احنا مهما اتكلمنا احنا لسه ما عرفناش اي حاجه بالنسبه للمسلسلات ده. في يا ابني ناس متعمقه في ده، في ناس اتقتلت وفي ناس اتفشخت وفي ناس اتصلبت وفي ناس اتخزوقوا خالص ايوه، عشان ما يتكلموش وما يقولوش عشان حاجات. ما يعني انت فاكر يكلموش. كتاب بروتوكولات حكماء سجون الكتاب اللي هو كان عامله محمد سوق؟ طب الناس ما اتفرجتش على فارس بلا جواد؟ الناس اللي عايزه تعرف الماسونيه تتفرج على فارس بلا جواد. فارس هو اول ما نتكلم بس كان اتكلم عن الحركه الصهيونيه. هو دي بدايه الماسونيه بقى. ما دي هم دول اساسا الرجاله بتاع المقاولين بتوع دول المقاولين بتوعهم اللي بينفذوا لهم مخططاتهم في الارض. هي شركة، هم عاملين شركة مع بعض. هي شركة ما بين الدجال والشيطان ومسمينها المسيح. الشيطان يا باشا، ما هو يعني الناس برضو اللي بتقعد تقول اصل ده المسيح الدجال هيتولد زي ما انت بتقول، هو ما اتولدش ولا حاجه، هو موجود لان ربنا سبحانه وتعالى حتى لما ابليس ما رضيش يسجد لادم وقال له اصل انت خلقتني من نار وهو من طين وانا ما اسجدش من طين، فلما لما ابليس قال له اجعلني يعني لغايه اخر يوم في الارض ولغايه يوم الساعه، قال له انك من المنظرين، ما قالكش انك منظر يعني، مش ابليس بس ده اكيد في غيره، يعني اكيد في غيره قاعدين للاخر يعني. في هتعملوا ايه؟ هم برضو مش هينتصروا على ربنا في الاول والاخر، انما يعني في هيفشخوا ناس كتير يعني. يوم قيامة، وفي أنبياء ما ماتتش، وفي ناس، في حيوانات بتعيش للأبد. ربنا خالق في حاجات مخلوقات إحنا ما نعرفهاش، يعني تفضل واخدين يوم الساعة. الأبدية ليوم الساعة، مش الشيطان تفضل يوم الساعة. وبس. احنا بقى عايزين نبقى بقى ايه بقى لما بعد كمل كمل. فهو في الاول وفي الاخر برضه كل حاجه في ايد ربنا. يعني انت الماسونيه ديت بتعمل وبتعمل ظهور المسيح الدجال، بس هي الدنيا ماشيه كده. يعني هي لازم تمشي كده، لازم المسيح يظهر، لازم طبعا المهدي يظهر، لازم القيامه هتقوم. هي الدنيا ماشيه في الطريق ده. الكورونا لما تيجي والناس تموت، هي الدنيا ماشيه في الطريق ده، يا باشا، ده امر مفيش حاجه لابد منه، ده امر لابد منه، لازم هيحصل. لازم هيحصل. هو دلوقتي بيعمل، ايوه هو بيعمل على تفريغ الاديان من مضمونها. اللي بيحصل دلوقتي تفريغ الاديان من مضمونها، يعني مثلا تلاقي اليهود محرفين وبتاع لغايه ما الديانه اليهوديه دي بقت اسم بس وعباره عن حبر على ورق. المسيحيه نفس الكلام، وللاسف بيخلوا الاسلام دلوقتي نفس الكلام بين الناس بقى التكفيريين اللي عمالين بيضربوا وبيشوهوا الاسلام وبتاع، عشان برضو يخلوا المسلم يكفر بدينه ويقول لك ايه ده يا عم، هو ده الاسلام اللي احنا بنؤمن بيه وهو ده اللي بيقول لك توحيد؟ ده عمالين يقتلوا في الناس وعمالين بيقولوا كلام ربنا، لا يا عم انا مش عايز ابقى مسلم حاشا لله، لا يا عم انا مش عارف ايه، لا يا مش عارف. هم صلى دلوقتي بيعملوا كده عليه الصلاه والسلام. انا يعني شايف نفسي متعلم وبفهم ناس كتير كباقه يعني، وخريج اعلام للناس اللي ما تعرفش، وببقى عارف كبقدم محتوى على اليوتيوب، عارف التمثيل وعارف يعني ايه تمثل واخراج. ولكن كل ده برضو ما منعش ان انا لما سافرت اول مره مطروح، اول مره اسافر مرسى مطروح وشفت بدو هناك، انا كنت خايف منهم، حاسس ان انا وسط الربيع. يعني شوف انا ضل الاحساس تحسه ازاي لما اشوف المناظر دي. يعني انا رغم التعليم ورغم ان انا فاهم ورغم ان انا فاهم ان ده تمثيل ورغم ان انا مسلم وربنا كتب لنا العمره ربنا تقبلها، فبرضه لما شفت بدو حاسس ان هم ارهابيين. فما بالك غير ايوه، الاجانب هم بقى، عايزين ولا وصلوا فكره ايه؟ اللي مش عارف، ايوه اللي مش عارف. ما هو عشان ما هم هلا هم جم لبسوا نفس، ما هو لما في واحد قال لك هياكلوا اكلنا ويشربوا شربنا ويلبسوا لبسنا وهيعيشوا وسطنا عادي، فانت لما تيجي عليه تقول ايه يا عم ده من رجاله الدجال، ده من اتباع الدجال، ده تكفير مش عارف، يقول لك يا عم تكفير ايه يا عم، ده ما هو لابس زيكم. اللي بره هيشوفك ان انت كمان منهم
واللي انت بتقول له الحق ده، ده اساسا من منهم، هيقول لك يا عم انت عبيط، ده مننا، ده بيلبس لبسنا، ده بياكل اكلنا، ده بيشرب شربنا. نفس الكلام لما ثانيه واحده. ايوه ماشي ثانيه يا ابني، نطلع عيش عشان السحور بقى. رمضان جاءنا أهلاً رمضان، واشكرنا له أهلاً رمضان 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 عندنا التكتيش اللي بيطلع ما بين الفواصل كده زمان. تحياتنا للناس اللي بتخش تتفرج ومش فاهمين حاجة. الراجل بس بيجيب بيطلع عيش من الفريزر عشان السحور. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. جينا تاني اهو. ايه بقى؟ نقول طبعا تحياتنا للي بيخش يتفرج ويمشي وهو مش فاهم اي حاجة. ده احنا مش فاهمين حاجه. كنا بنتكلم في ايه بقى قبل ما اجيب العيش لحسن الواحد نسي. بنتكلم عن الماسونيه يا ماسونية. والارهاب. والارهاب، ايوه، اللي هو اساسا جزء من او اداة من ادواتهم عشان طبعا يكسروا كل الدول، لان هو طبعا هدفه هو مش عايز اي دول، اي تبقى امريكا مش امريكا، بفرنسا مش هو فرنسا، ده كده بمصر مش بمصر. انا بقول الفيروس امريكاني، يقول ازاي وعندهم مصابين قد كده يا جدع؟ ما هو مش عايز طب ما هي احنا، هم المشكلة، ما هو مش عايز، هو فعلا عايز يموت أكبر عدد ممكن، هو السبعة مليار بني آدم، السبعة مسؤولية مليار وبتاع بني بس. آدم، هو عايز السبعة مليار بني آدم دول يبقوا مليار واحد أو 500 مليون او بني آدم، مليون أو حتى مليون، بس هو المليون اللي هو بيقول عليه ده هو دول الصفوة بالنسبة له، دول اللي مش هيقولوا لأ، دول اللي هيفضلوا مؤمنين بأفكاره، مؤمنين بيه إلى ما هيعبدوه، عشان هيبقى لغاية اله. بقى هم طبعا. حتى في المسلسل قال له عايز يوصل يبقى انا اله، اهو، لما محمود عبد المنعم افتكره مجنون وسابه ومشي. ايوه يا ابني، هو عايز ما هم بيعملوا كده ليه؟ يفرغوا اساسا الدين من محتواه، دي مرحله وتقريبا قربوا يخلصوا منها، دلوقتي المرحله يعني بص الثانيه. ماشيين فيه ده كله احنا عارفينه، واحنا عارفين ان الدجال هيجي ويعمل نفسه اله، وفي ناس هتكفر بيه وناس هتؤمن بيه، وهيبقى مكتوب هنا كافر على اورتو، وكفر اللي مكتوب على اورتو دي يا جماعه مش هتتشاف بالعين، مش هتتشاف كده، مش اول بالوش. ما تبص كده بس، يعني مش اول ما تبص. وانت عارف لما مش سيدنا رسول الله قال هنوصل لمرحله المؤمن واللي ماسك على دينه كانه ماسك جمره نار، ما هو الوقت ده اللي هو ماسك دين، الناس برضو متفهمه ان ماسك دينه ده انت لازم تصلي وتصوم وتروح بقى تعمل جوامع وزكاه وبتاع، الناس للاسف يعني برضو، وممكن احنا نكون فاهمين غلط برضو عشان ما حدش ايه يخش لا يضحك لا علينا، لكن هي ما بتبقاش كده، هي ما بتبقاش كده، اللي هو انت واحد ده انت هاته بس بتبقى مسلم يا عم، ما هو اردوغان مسلم، الاخوان ما هم مسلمين وولاد احمد، يعني ما دول ما هم مسلمين هم، اكتر ناس اذت الاسلام واكتر ناس شوهت الاسلام، وهم ده اللي عايزين